العقود دي مشيت لحد سنة 2000. 2000 2000 اشمعنى؟ يعني لحد ما الورثة اشتكوا من صوت القاهرة. يعني أنا جاي لك لسبب ليه الورثة بيبيعوا. كمان ده حاجة مهمة جدا. المطربة الوحيدة في هذا القرن كله اللي أغانيها بتبث بالبثة. ده عقد السيدة أم كلثوم مع الإذاعة المصرية. ده مش أنا عامله. أنا عن نفسي هادي الأغاني للإذاعة المصرية. عقد السيدة أم كلثوم للإذاعة المصرية بيقول فيها لأنها أنتجت الأغاني الفلانية ملكها، وإنها بتدي الشريط للإذاعة، وكل بثة تبثها الإذاعة بتحط لأم كلثوم للسيدة أم كلثوم مبلغ قدره 40 جنيه. المطربة الوحيدة، أنا عشان كده بقول دي حاجات نادرة. يعني أنا لما أجي لك. طب حصلت على كل ده بقى إزاي يا فندم؟ من الورثة. من خزنة أم كلثوم. طيب ننتقل بقى للمرحلة الثانية للانتقال إلى حضرتك بقى. أنا حضرتهم ودي برضو عقد آخر للإذاعة المصرية. برضو بالبسة. طيب. ننتقل بقى خلاص بقى. ننتقل. لا خلاص سيبك من المستهدفات اللي معاك. لا ننتقل لحاجة بس صغيرة كده. اتفضل. لأن الورثة لما لقوا إنهم بيتقاضوا عن إيراد السيدة أم كلثوم، ده آخر إيراد هم تقاضوه من شركة صوت القاهرة. كام؟ 35,000 جنيه. في السنة؟ في لا ده ربع سنة، يعني في السنة يبقى 120,000 جنيه. عن كل أغاني تراث أم كلثوم. لا. لإصلاح تاني. طيب وبالتالي يا فندم؟ وبالتالي فبعتوا لشركة صوت القاهرة إنذار. قالوا لها فيه، وأدي الإنذار، قالوا لها فيه إحنا مش عايزين نجدد معاكي. حقه. الورثة مش أنا. وابتدوا يعرضوا الاغاني يعرضوها الحقيقه انا زي ما بقول لك برضو الفتره دي كنت فتره مزنوق بشتري صوت الفن، فلقيت ام كلثوم. دخلت اشتريت ام كلثوم. لما دخلت اشتريت ام كلثوم صوت القاهره يعني حصل طب يا جماعه انتوا عقودكم توزيع، والعقود التوزيع لما تخلص المفروض تتوقف. دخلنا في مشاكل في قضايا لحد ما عملنا سنة 2010 عقد الصلح.